بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة واللي كنتمنى عبارة عن مراجعة عامة وشاملة لمادة الرياضيات قسم السادس ابتدائي، ثم دراسة مجموعة من الامتحانات طبعا الإقليمية. إذا نبدأ بواحد الفقرة ديال طبعا القياس. لاحظوا هنا عندنا هذا الجدول ديال التحويلات مهم بزاف، خصنا نكونوا عارفينه ضروري نضبطوه مزيان. نعم، فعندنا هنايا طبعا المتر مربع، مادام عندنا هنا المربع ديسيمتر مربع سنتيمتر مربع، اذا غيكون عندنا جوج خانات، هنا جوج طبعا دو كولون. اذا هنا في المتر مربع كاين السنتيار، مهم هنا في المتر مربع يعني الوحدة ديالك كاين هنا السنتيار، والار جا في الديكامتر مربع، والهكتار جا في الهكتومتر مربع. اذا هذا مهم بزاف. اذا باش نصوغ بهذا الجدول ساهل، طبعا كنحط متر مربع، ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، مليمتر مربع، ديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، كنضم ثم كل طبعا خانه نقسموها الى جوج، لان عندنا اس هنا جوج، وكان عندنا هنا المتر مكعب نقسموه على ثلاثه. سنرى ذلك. اذا عندنا متر مربع قسمنا على جوج، ديسيمتر مربع قسمنا على جوج، عندنا سنتيمتر مربع قسمنا على جوج، مليمتر مربع قسمنا على جوج، وهكذا. هنا السنتيار نحطه في الوحدات ديال المتر مربع، والار في الوحدات ديال الديكامتر مربع، والهكتار في الوحدات ديال الهكتومتر مربع. هذا بالنسبه طبعا الجدول ديال التحويلات. نشوفوا الجدول الثاني. نعم، ها هو، اتمنى يبان لكم. انا نصوبه الجدول الثاني هو هذا. هذا كيتعلق لينا بطبعا متر مكعب، ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب. مادام عندنا المكعب اذا نقسموه على ثلاثة، ها هي خانة ديال الوحدات طبعا الاسط. الديكامتر مكعب حتى هي نقسموه على ثلاثة، علاش؟ لان عندنا هنا ثلاثة. الديسيمتر مكعب يقسم على ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، اي مهم اي خانة نقسموها الى ثلاثة. طبعا اللي مهم بزاف يعني زيادة على كل شيء، ان الديسيمتر المكعب هو ان لتر. اذا الوحدات ديال الديسيمتر المكعب تنديرو فيها الليتر، وطبعا الليتر ديسي ليتر سنتي ليتر ملي ليتر. اذا هذا الجدول الثاني ضروري ساهل باش نصوبو. كنجيو كنصوبو طبعا هنا عباره عن جدول كنقسمو الى متر، متر مكعب، ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، ملي متر مكعب، وهكذا. من مور المتر مكعب عندنا الديكامتر مكعب، الهكتومتر مكعب، كيلو متر مكعب. مادام عندنا هنا المكعب اذا ديفيزيا اون تخوا ثلاثه، هاي واحد جوج ثلاثة، هذه ديسيمتر مكعب قسمها ثلاثة. ثاني من كل ما نقسمهم ثلاثة، ديسيمتر مكعب هو طبعا واحد، هو ان لتر، ان ديسيمتر مكعب هو واحد لتر. هذه مهمة بزاف هيك تعطي لنا. من مور هذا الشيء كيجي لنا، كيجينا هذا الجدول هذا. نعم، نقدو الشيء يجينا واضح. اذا هنا عندنا الكيلوغرام، الهكتو طبعا هكتوغرام، وهنا ديكاغرام، وهنا الجرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام. اذا هنا الهكتوغرام، ديكاغرام، جرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام. هنا كنديرو النقطة، هنا القنطار، وهنا طن. هذا طبعا خصكم تحفظوه ثاني هذا الجدول هذا. نعم، من موراه بقى لنا الجدول الأخير والساهل اللي خصو يكون عارفه أي واحد، هو هذا الجدول هذا. هو طبعا المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، ديكامتر، الهكتومتر، الكيلومتر. هنا علاش ما درناش قسمناش على جوج ثلاثة؟ لان ما عندناش الاس هنا، ما عندناش هنايا مثلا متر مربع. لو كان عندنا المتر مربع ديفيزيو باغ دو، ديسيمتر مربع ديفيزيو باغ دو. لو كان عندنا متر مكعب نقسموها على ثلاثة، ديسيمتر مكعب نقسموها على ثلاثة. اذا ضروري هاد الجدول تكون فاهم هنا وحفظنا. ندير واحد المثال. ها هو، أتمنى تكون الصورة كتبان، نوضحوها أكثر. نعم، هاي عندنا 15 الهكتو متر و 94.09 ديكامتر، نحولوها للمتر. غنمشيو للجدول اللي فيه هاد 15 الهكتو متر. نعم، 15 الهكتو متر، غنجيو نكتبو هنايا 15 الهكتو متر، نديرو الوحدات هنا 15 الهكتو متر. نعم، إذا 15 الهكتو متر زايد شحال؟ 74.9 ديكامتر، 74.09 ديكامتر، ديكامتر. إذا 74 ها هي 4، ها ديكامتر، فاصلة 09 كنديرو 09. إذا عندنا بيناتهم طبعا بحال نجمعوهم باش نحولهم إلى المتر، حنا نجمعوهم
ندير هنايا هنا 9، هنا 0، هنا 4، هنا 5 زائد 7 12، 2. وغنحاولو من الميطر نجيبو الفصيلة هنا، شحال تجينا؟ طبعا جاتنا حولنا من الميطر، إذا جاتنا 2240 فاصلة 9، 2240 فاصلة 9، نعم 2240 فاصلة 9، 2240 فاصلة 9، نعم. غنمشيو طبعا للثانية، عطاونا ديال الكيلوغرام والهكتوغرام، نحولها للقنطار. شوف ديال الكيلوغرام، ها هي هادي الجدول، ضروري تكون عندنا جدول تكون حافظه. إذا شحال عندنا هنا؟ 8.05 طن، 8.05 طن، فين الطن؟ 8، نعم، فاصلة 0.5، بلا ما نديرو الفاصلة نديرو 0.5، أها طن. ثم عندنا شحال هنا؟ عندنا هنا 75 كيلوغرام، 75 كيلوغرام، شوف الواحد نديرو 75. ثم شنو عندنا؟ 320 هكتوغرام، 320 هكتوغرام، هي نحطو الوحدات، ديما كنحطو رقم الوحدات، هذا رقم الوحدات، ها هو كنحطوه في القيس. طبعا نجمعو هادشي بعدا وعاد نحولو فين نطلب، هنا 0، هنا 7، هنا 3 زائد 7 10، 15، احتفظو بواحد، إذا هنا 1، هنا 8، فيها نحولو للقنطار، القنطار نديرو الفاصلة هنا، 81.57، إذا عندنا هنا 81.57 طبعا 57، هذا بالنسبة للثاني. الثالث عندنا ديالاش كيتعلق بالهكتار والمتر مربع، إذا نمشيو جدول ديال المتر مربع، خصني نكون متمكن من هادشي. المتر مربع ها هي، ها هو الجدول. إذا المتر مربع شحال عندنا؟ نقاد الورقة شوية هنا باش نفهمو مزيان، أن فيرجول لا 5.026 هكتار، ها الهكتار، هكتار هو هذا. إذا 5 نحطوها في الوحدات هنا، 5.026، 0.26، نعم. ثم المتر مربع نحطو رقم الوحدات، عندنا 8465، نحطو 5 في المتر مربع، 5 في المتر مربع، ونحطو 6.48، 6.48. بهذه الطريقة ديما نحطو رقم الوحدات في المتر، ونقوم بعملية الجمع لأن ما عندناش ماشي طرح على هذا. ها 5، 6 زائد 6 12، نحسب بواحد، 3 7 8 5، ونديرو عملية الزايد. سنتي انا هو الار، ها الار فين جا هنا؟ اذا 587، 587.25. قلنا ديال المتر المكعب ديال الجدول هذا، ها هو، نعم. عندنا 1.2 ديسيمتر مكعب، ها الديسيمتر هو ها، فاصلة جوج، ندير هنا جوج، باردون ديسيمتر ماشي هنايا، ديسيمتر. إذا جينا هنا 1.2 ديسيمتر، وهنا المليمتر مكعب عمدو من رقم الوحدات، هذا 5 في المليمتر المكعب، ها هي 5. ثم عندنا 7.0، 7.0 مزيان. ثم عندنا 5.32، 5.32 بحال هكا، ديال الكتابة ديال هاد العدد هذا اللي هو 2235075 متر مكعب، نحطو الوحدات هنا 5 في الواحد ديال هذا، ثم نكملو الأرقام نكتبهم كاملين، بعدها نجمعوهم لأن نحولوه للسنتيمتر. هذا هنا عندنا 5.0534، إذا زايدنا 4، ثم أنا 1، فين نحولوها للسنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، ها سنتيمتر مكعب هنا. إذا جاتنا 1435، 1435.075، نكتبوها 1435.075. إذا هذه هي الطريقة ديال التحويل. الآن نديرو مثال آخر، ناخدو امتحان آخر في هادشي ديال التحويل، ها هو، هيدو هذا،
عندنا هنا ديال التحويل تيقول لينا، نعم اعتذر، ها هو، نعم هي الورقة مطويناش مزيان، المهم دو على خاطرنا شوية حتى نجيبوها نقاد الورقة. هي عندنا أحول المطلوب، نعم نبداو بهذه هي الأولى، نمشيو للجدول اللي عندنا اللي كيتعلق لنا طبعا ب شنو عندنا، المتر والسنتيمتر هو هذا. إذا نحولو للديكامتر، ها الجدول عندنا كيلومتر هكتومتر ديكامتر متر، نعم عندنا نحولو للديكامتر. أول حاجة نكتبو على الجدول 938.5 متر، إذا الوحدات هي 8 ديال المتر، 8 غنديروها في المتر، ها هي 8، وعاد غنكتبو 3 وهاديك الفاصلة نكتبوها هنايا، ياك حنا كتبنا 938.5، 150 سنتيمتر، إذا نمشيو للسنتيمتر غنديرو الصفر، سنتيمتر ونديرو صفر، فوالا سنتيمتر ندير صفر، عندنا 150 ياك، 150 نديرو هنا 5 ونديرو هنايا صفر، ونقومو بعملية الجمع، هنا صفر، 5 زائد 5 10، احتفظ بواحد، 8 و 1 9 9 10، احتفظ بواحد 4 طبعا، ف 9، نعم، إذا فينا نحولوها هنايا للديكامتر، ها الديكامتر ها هو. إذا شحال تعطينا؟ 94، تعطينا النتيجة 94، نعم 94. الآن دابا غنمشيو لهاد التحويل هذا اللي ديال من القنطار طبعا هيكتوغرام إلى الطن، إذا غنمشيو الجدول اللي فيه الطن، ها هو أول حاجة نوضعو هادشي في الجدول، 1.5 قنطار، ها قنطار، فين الوحدات عنده؟ واحد، نديرو واحد، نعم وعندنا 5، ثم 25 هكتوغرام، هكتوغرام ها الهكتوغرام، نمشيو نديرو رقم الوحدات 5، ها 25، ونقومو بعملية الجمع، لأن هاد جوج نجمعوهم، هنا 5 2 5 1 كنجمعو هادوهم، فين نحولوها للطون، الطون نديرو 0، لأن ما وصلناش للطون، 0.1525، 0.1525، 0.1525. دابا غنمشيو ديال المتر مربع، متر مربع حنا نقلبو عليه هنايا، ها هي، نعم ديال المتر مربع، هاد الجدول شحال عندنا هنا؟ 1.27 هكتار، ها الهكتار جا في الهكتومتر، إذا 1.27 حطو الواحد في في هنا في الوحدات، فاصله 27، ها 27 هادي ما عندناش دابا، نعم 1.27، ثم عندنا 7300 متر مربع، اذا نمشيو رقم الوحدات ديال الصفر نحطوه في المتر مربع، المتر مربع نحطو الصفر، شحال عندنا صفر هي هادي 7300، ثم نقوم بعمليه الجمعيه الاولى، صفر صفر صفر، 7 زائد 3 10، بقى واحد، واحد 3 10، احتفظ بواحد، إذا اثنان، نجمع فيها نحولوها للديسيمتر، طبعا ديسيمتر لا الآر، باغدون نحولوها للآر، فين هو الآر؟ جا الآر هنا، الآر جا هنا، شحال عطاتنا؟ 200، نعم 200، أخيرا ديال الديسيمتر مكعب، ها هي. إذا ندرجو معاه في ورقة وحدة عليها تيديرو ورقة وحدة، ها هي شحال عندنا هو ديال المكعب، لأنه فيه ثلاث خانات، عندنا 90 ديسيمتر مكعب، نمشيو للرقم الواحد اللي هو زيرو حطوه في ديسيمتر مكعب، وين هو؟ ها هي 90، 1.81 متر مكعب، نمشيو هاد رقم واحد حطوه في المتر مكعب، ها هي متر مكعب هو هذا، هذا هو رقم واحد ديال 1.81. نديرو هكا ونقوم بعملية الجمع، 9 زائد 1 10، 9 1، إذا فينا نحولو حنا للديسيمتر مكعب، الديسيمتر المكعب هو هذا، هي 1900، نعم تعطينا 1900، إذا شنو هو الاستنتاج اللي خرجنا به؟
هو أننا ينبغي أن نتعرف على هذه الجداول ديال التحويلات. إذا كان عندنا المتر مكعب، ديسيمتر مكعب، بمعنى كل خانة تقسمها على ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ديكامتر مكعب تقسمها على واحد جوج ثلاثة، الهكسومتر مكعب تقسمها ثاني كذلك على ثلاثة، وهكذا. وما ننساوش أن اللتر كيتحط في الوحدات ديال الديسيمتر مكعب، لأن أن لتر إيتيغال أن ديسيمتر مكعب، واللتر ديسيلتر سنتيلتر مليلتر، بمعنى المليلتر كيجي في الوحدات ديال السنتيمتر مكعب. باردو، ها هو نعاود هنا، متر مكعب كي ديفيزا باغ 3، ديسيمتر مكعب باغ 3، كلهم ثلاثة، علاش؟ لأن عندنا مكعب، وأن لتر مكعب، لتر إيتيغال أن ديسيمتر مكعب، لهذا كنحطوا اللتر في الوحدات، والمليلتر هو واحد سنتيمتر مكعب، الوحدات ديال الأجزاء ديال اللتر، لتر ديسيلتر سنتيلتر مليلتر. بالنسبة للجدول الآخر ديال القنطة ديال، نعم، هذا عندنا الكيلوغرام، الهكتوغرام، ديكاغرام، جرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام. وهنا كنديروا نقطة ما نساوهاش، هنا القنطار وهنا الطن. إذا الحمد لله الجدولين. ثم عندنا هذا الجدول، هذا هو تا هو مهم بزاف، لأنه فيه هذا الأر سنتيار والأر هكتار. المهم عندنا المتر مربع، كلهم في مربع، بمعنى ديفيزيو باغ دو، هذه الخانة نقسموها على جوج على جوج على جوج، علاش؟ لأن المربع، ونعرفوا أن واحد متر مربع هو واحد سنتيار، وواحد ديكامتر مربع هو الأر، وواحد هكتومتر مربع هو الهكتار. نعم، قالينا الجدول ديال طبعا هذا اللي كيكون معروف حتى في المستويات الصغرى، ها هو هذا هو. عندنا طبعا المتر، مادام ما عندناش الأس، إذا عندنا غير خانة واحدة، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، ديكامتر، هكسومتر، الكيلومتر. إذا تنوضعوا التحويلات وكنحولوا بطريقة سهلة مستعينين بهذه الجداول، التي جداول القياس اللي هي مهمة بزاف. هذه أول حصة طبعا ديال الرياضيات كتعلق لنا بالتحويلات. الحصة الثانية إن شاء الله غالبا تكون ديال المسائل، تكون ديال الهندسة، كيف نرسم مثلث مساوي الساقين مثلا، والزاوية والمناصف ديالها، وأنواع الزوايا الحادة، المنفرجة، القائمة، والمستقيمية. أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، وطبعا ترقبوا سلسلة من الحلقات أو الحصص طبعا تتعلق بالرياضيات، بعدها الفرنسية واللغة العربية والتربية الإسلامية. حظ سعيد لجميع أبنائنا، وكنتمنى لكم أبنائنا طبعا نجاح بامتياز وباستحقاق وبجدارة، لا للغش. كل، نعم، من غشنا فليس منا. دمتم في رعاية الله وحفظه.